فراخ امهات. يعني ايه فراخ امهات؟ اللي هي الفرخه ما بتبقاش من كيلو ونص او 2 كيلو، لا بتبقى من فوق ال 2 كيلو. الفرخه لما بتبقى من فوق ال 2 كيلو دي بتتسمى امهات، 2 ونص، 3، 3 وشويه على حسب حجم الفرخه ما شاء الله عليها. فالنهارده احنا جايبين فرختين امهات، هتبلهم تتبيله حلوه قوي، وهسويهم في الكيس الحراري علشان ما ياخدوش وقت. الفراخ اللي انتوا شايفينها دي، بصوا لون الميه عامل ازاي. الفراخ مغسوله كويس جدا، وبعد كده رحت نقعاها في ميه وملح. ليه ميه وملح؟ اولا عشان بطر اللحم من جوه، لما اجي اتبلها واسويها تبقى طريه، ما تبقاش اللحم بتاعها بتاع الصدر ناشف. ثانيا ما تاخدش وقت في التسويه، التتبيله بتاعتنا تبقى حلوه قوي ان شاء الله. والتتبيله اللي هنعملها دي تنفع لفراخ عاديه صغيره، ما فيش فرق ان هي نقول لا دي الفراخ الامهات بس، لا هنشويها برده لو فراخ صغيره. مقادير التتبيله بتاعتنا برده كمان سهله وبسيطه جدا. مقاديري هتنزل على الشاشه دلوقتي ونشوف مقادير تتبيله الفراخ الامهات بتبقى عباره عن ايه. عندي فرختين امهات، ممكن طبعا تكبروها او تبقى صغيره، مش شرط اللي انتوا عايزينه يعني، اللي موجود عندنا والمتاح. معايا النهارده فرختين امهات، معايا اربع التتبيله بقى بتاعتنا، اربع معالق كبار ثوم مفروم، ثلاث علب زبادي اللي هو البلدي اللي احنا بنجيبه من عند اللبان وهنصفيه قبل ما نتبل بيه علشان انا مش عايزه ميه زياده في التتبيله، خمس معالق كبار صلصه طماطم بوريه، خمس معالق كبار من العسل الاسود، خمس معالق كبار من الصويا صوص، نص كوبايه عصير ليمون فريش، كوبايه من زيت سندباد، اربع معالق كبار من الكاري، ومعايا كمان اربع معالق كبار خلنجان بودر. وضروري ضروري ضروري يكون بودر من عند العطار، عشان لو جبناه ناشف مش هنعرف ان احنا نطحنه في البيت. معايا اربع معالق كبار من البابريكا، اربع معالق كبار بهارات فراخ وملح وفلفل اسود. ما تستكتروش التتبيله، انا ليه عاملاها اربع معالق اربع معالق او خمس معالق خمس معالق؟ علشان انا هتبل فرختين كبار، فعايزه التتبيله من جوه ومن بره تقضيهم. بس طبعا لو انت عايزه هتعملي فراخ اصغر من كده او فراخ اكبر من كده، في ايدك تقللي الكميه وتزودي الكميه زي ما انت عايزه. طيب الفراخ عندنا منقوعه قبلها بساعه ونص او ساعتين، بعد ما اتغسلت كويس جدا 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 وشلنا الفشه اللي هي بتبقى في القفص الصدري دي عشان الفراخ بتاعتنا ما تبقاش زفره، وقطعنا الحرف بتاع الجناح ده برده علشان بيعمل زفاره، وغسلناها وخليناها زي الفل. اتغسلوا بالشكل ده ونقعتهم لمده ساعه ونص او ساعتين في ميه وملح. هعمل ايه دلوقتي؟ هروح جايبه، نجيب بوله كمان اهي. بصوا كده هعمل كده على ما اتبل، هعمل كده. انا عايزه الفراخ بتاعتنا تتصفى خالص من الميه قبل ما ابدا اتبل. شلت الفرختين من الميه، انا غسلاهم كويس قوي ومطمنه ان هم مغسولين وزي الفل، ورحت حطاهم في بوله تانية او في طبق تاني او لو في مصفى علشان يصفوا الميه اللي فيهم كله، عشان لما اجي اتبلهم انا مش عايزه يبقى فيها ميه من اللي كانت منقوعه فيها. طيب هركنهم كده على جنب وابدا ان انا احط التتبيله بتاعتي. قلنا الزبادي اللي هم 3 كوبايات زبادي بلدي، مش عايزاهم يكون فيهم ميه، يعني بصوا احنا فضيناهم اهم. قبل ما ابدا اتبل على طول هروح مصفيه الميه بتاعتهم. ادي كده اهو، ادي الزبادي، كل التوابل اللي احنا عملناها دي وكل المكونات دي كلها هنفضيها على بعضها. ادي عصير الليمون، دي بهارات الفراخ، الكاري، البابريكا. انا قلت انا مزوده الكميات علشان انا هعمل فرختين كبار. الثوم، وادي الخلنجان البودر. والخلنجان البودر دوت ايه فايدته؟ اتكلمنا عنه قبل كده، ان احنا بنحط الخلنجان البودر علشان بيديني تتبيله للفراخ، يعني بدل ما انقع الفراخ اربع خمس ساعات في الثلاجه او قبلها بليله علشان تتطعم من التتبيله بتاعتها، لا الخلنجان دوت لما باجي اسوي الفراخ وهي متتبله بيه اكني فعلا كنت نقع الفراخ بتاعتنا اربع خمس ساعات او قبلها بليله، بيبقى اللحم مستوي وبيسرع لي في يعني بيسرع وبيسهل تسويه اللحمه، وفي نفس الوقت بيديها لون حلو جدا وبيديها تطعيمه كمان حلوه. بص انا كده حطيت كل المكونات بتاعتنا، فاضل لي ايه؟ فاضل لي الملح. على فكره التتبيله دي لو عايزه تعمليها وتشيليها في برطمان عندك علشان تستخدميها ساعه شوي فراخ ما فيهاش اي مشكله، اهم حاجه تتحفظ في الثلاجه والبرطمان يكون نضيف ما يكونش مطرحه اي حاجه. مغلف كل التتبيله الحلوه دي بزيت سندباد علشان حتى لو شلناها في الثلاجه وما استخدمناهاش كلها يبقى زيت سندباد هيحفظها لنا ما يحصل لهاش اي حاجه. انا قلت حوالي نص كوبايه او كوبايه من زيت سندباد بس كده، كوبايه على المقادير اللي احنا حاطينها دي، واعمل كده واجمع كل ده مع بعضه، اخلط كويس كده. عايزه خلطه ناعمه خالص ما يبقاش فيها تكتلات من الزبادي
ولا التوابل اللي احنا حطيناها علشان كله يمتزج مع بعض، سواء عسل اسود او صويا صوص او بابريكا، بهارات فراخ، كاري، ثوم، عصير ليمون، زيت، ملح، فلفل اسود، خلنجان. بصوا كده، وهروح عامله كده، الم بس حاجتنا اللي حوالينا دي، وادوق التتبيله بتاعتنا قبل ما ابدا اتبل بيها الفراخ، واشوف هل هي محتاجه ملح تاني ولا تمام كده. بسم الله ما شاء الله عليك، عليها حلوه قوي، ومش عشان انا اللي عاملاها والله، بس هي فعلا فظيعه عالميه. ادي الصاج، الفرن بتاعنا شغال قبل ما نبدا في اي حاجه على درجه حراره 250، اعلى درجه عندك في الفرن. ما عندكيش درجات حراره يبقى اعلى درجه في الفرن نعمل فيها، نولعها ونسيبها. بصوا بقى كده عندي اهو مين يا ايه، انا بفصل الجلد. بصوا انا عايزه ايدي تبقى كده اهي. حاضر دي، بصوا كده انا ببدا ان انا افرغ بين الجلد وبين الصدر بتاع الفرخه عشان لما احشي اهو. بصوا كده بالراحه خالص اهو، من غير ما تتقطع منها كده، عشان لما احشي الفرخه يبقى التتبيله داخله لجوه. نقطع بالراحة خالص كده اهي، نفرغ بالشكل ده. بصوا ايديا داخلة في الصدر كله كده علشان لما احشي تبقى كويس. وهبدأ ان انا من جوه اعمل ايه، بصوا بقى علشان ابقى ضامنة ان الفراخ بتاعتي ما فيهاش مية من النقع. بصوا كده اهو، انا بتأكد ان ما فيش مية خالص من جوه، والفشة بتاعت الفراخ متشاله، جايبها كده يا جمال. بصوا مش موجوده اهي، علشان ديت خلوا بالكم في ناس كتير قوي بتنساها، ديت بتبقى بتعمل زفاره في الفرخه نفسها. وابدا ان انا انشف من جوه كده اهو، وانشف الفرخه من بره قبل ما احط التتبيله عليها. بصوا من كل ناحيه كده عشان ابقى ضامنه ان انا باكل فرخه في منتهى الجمال. وهاجي كده اروح جايه، بصوا انا قطعت دول علشان دول برضو بيبقى مخليين الفرخه فيها سنه زفاره، قطعت الحرف ده واروح جايه عامله كده. حاضر بصوا كده علشان لما اجي اشويها واجي اقدمها ما تبقاش الجنيحه بتاعتها مفتحه كده. طيب انا بصوا هتبل، لكن مش هقفل الفرخه الا لما تجولي، هتبل بره وجوه لحد ما تجولي علشان نكمل الفرخه الثانيه ونشوف شكلها هيبقى عامل زي ما حضراتكم شايفين كده. اول فرخه عملناها وحطيناها في الكيس الحراري جنبنا، وادي الثانيه اهي. بصوا زي ما عملنا في الاولاني، فتحنا تحت الجلد بالشكل ده كده ودخلنا الحشوه من جوه. وابدا ان انا اجي كده من عند الدبوس برده كده، من عند الورك اعمل كده علشان اللحم من جوه كله يبقى متبل. ونفس النظام اهو من هنا كده علشان اللحم من جوه نفسه يكون متبل. وطبعا حاطه التتبيله من جوه نفس النظام بعد ما نشفتها وكل حاجه. هاجي بقى دلوقتي وبصوا كده عند الجناح نفس النظام برده تانيه على ورا علشان لما تتشوي واجي اقدمها ما تبقاش الجنيحه مفتوحه، ما تبقاش رجول الفرخه مفتوحه والكلام ده كله. بنيجي نعمل كده بالشكل ده كده، مش عايزاكم تنسوا ارقامنا اللي بتظهر على الشاشه علشان تكلمونا عليها، من اي رقم ارضي على 0900 9710، ومن اي موبايل على 1710. كده اتبلت خالص. طيب تمام، نبدا بقى ايه نعمل كده ونشوف هنحطها في الكيس الحراري ازاي. الكيس الحراري ده بيتجاب منين يا نونا؟ بيتجاب من عند الناس اللي بتبيع الاكياس اللي هي بتاعه السندوتشات، واللي هي الاطباق الفوم اللي هي الفل دي، والاكياس اللي هي الكبيره، اي احجام اكياس، والورق الفويل والاستريتش وكده. روحوا عندهم قولوا لهم عايزين اكياس حراري وعلى حجم الفرخه اللي انتوا هتعملوها. يعني لو هتعملوا ديك رومي هتلاقوا الحجم بتاعه، هتعملوا فرخه صغيره هتلاقوا الحجم بتاعها اللي انتوا عايزينه والمقاس اللي انتوا عايزينه هتلاقوا. طيب انا دلوقتي فاضل معايا شويه تتبيله، هرميها؟ لا طبعا مش هرميها، انا هعمل كده في بطرمان عندي واروح شايلاها في التلاجه، علشان كده لما نيجي نتبل ما نحطش الفرخه جوه التتبيله نفسها علشان ما تتزفرش، لا ناخد من التتبيله ونتبل من بره. مسكت الكيس تنيت الحرف بتاعه
عشان انا لو معيش حد في البيت طبعا مش هقول ايه لا اصل ما كانش في حد في البيت واستنيت لما ترجعوا من بره عشان اعمل الفرخه، لا ما فيش الكلام ده. مسكت الكيس استنيت الحرف بتاعه وبعد كده رحت ماسكه الفرخه بالايدي الثانيه ورحت حطاها بالشكل ده بكل سهوله. بيجي مع الكيس الحراري القفل بتاعه ده، بروح عامله كده. طب انا لو ما عنديش القفل ده يا نونا اعمل ايه؟ الكيس كده مثلا لو كان عندي وحطيته في المطبخ والقفل ده ضاع اعمل ايه؟ مش هقفل الكيس الحراري؟ لا طبعا يتقفل. اقفلي الكيس الحراري واربطيه كويس قوي بخيط، مفيش اي مشكله، مفيش حاجه بتقف قصادنا باذن الله. وهعمل كده، هاجي بسكينه، الفرن طبعا شغال عندنا على درجه حراره 250 او اعلى درجه حراره عندك، وراح عامله كده. لو ما عملتش الخرمين دول في الكيس هلاقي الكيس مجرد ما دخل الفرن بدا ان هو يتنفخ، هلاقي بدا ان هو يفرقع في الفرن وانا مش عايزه حاجه زي كده. الفرن بتاعنا 250، نحط الفرختين مجرد ما نلاقي ان الفراخ بدات ان هي لونها يستوي وخلاص بدات تنزل السوائل بتاعتها وشربتها، ببدا اروح اقص الكيس بالراحه. وتخلوا بالكم بالراحه قوي، وانتوا بتقصوا الكيس بيطلع بخار جامد لا قدر الله ممكن تتلسعوا منه، فنخلي بالنا واحنا بنقص الكيس ونفتح كده الكيس علشان يشتغل الشوايه عليه والفرخه بتاعتنا تاخد اللون الحلو. بصوا كده انا في الفصل اللي فات رفعت الساق بتاعها، بصوا كده انا مش محتاجه متهيالي ان افتح شوايه، الله اكبر بسم الله ما شاء الله. بصوا بالراحه خالص كده نفتح، وتخلوا بالكم من البخار، بسم الله الله اكبر. بصوا كده يعني هي حاجه بتتكلم عن نفسها. طب يا نونا هي كده خدت لون، متهيالي هي كيس الحراري احنا قلنا ان هو بيسوي اسرع واحلى علشان كله يبقى تسويه واحده. بصوا كده بسم الله حاجه بتتكلم عن نفسها. طيب عايزين نعرف اذا كانت استوت ولا لا يا نونا، اي طلب انا تحت امركم بشوكه مش بسكينه، وبعمل كده. بصوا الشوكه بتدخل بكل سهوله ازاي اهي، بصوا يعني ما دخلناش بسكينه علشان ما نقولش السكينه حاميه، لا بشوكه اهي داخله بكل سهوله، حتى لما بتدخل السوائل اللي طالعه من الخروم بتاعه الشوكه العصاره بتاعه الفرخه مش دم ولا حاجه. نقفل بقى عليها تكمل التسويه الحلوه بتاعتها. اغرف الرز البني بتاعنا اللي احنا عاملينه علشان نزينه بالمكسرات وعلشان نرفع عليه الفراخ بتاعتنا الامهات اللي في الفرن. هغرف الرز وترجعوا لي، هغرف الرز وترجعوا لي، يعني شيل كده جوز الهند، هغرف الرز وترجعوا لي نطلع مع بعض الفراخ ونشوف شكلها عامل ازاي واحنا بنرصها على الرز بتاعنا. انتوا شايفين كده يعني خلوا بالكم قوي وانتوا شغالين، خلوا بالكم قوي. بس الحراري بيبقى محتفظ، الفرخه بتبقى محتفظه بالسخونيه بتاعتها والحراره بتاعتها، فتخلوا بالكم جدا وانتوا. بسم الله الرحمن الرحيم انا خلص يا بابا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. نشيل بقى كده ده الفراخ الحلوة بتاعتنا اهي، نروح عند التقديم بقى. بصوا كده حاجات بسيطة بس بتفرق معانا كتير كده، ما يكون بقى عندنا بقى تشوف كده هوت ولا اول يوم رمضان بنبقى حابين ان العين تاكل قبل البق كده اهو.
وردات الطماطم والبقدونس والكلام ده كله ما بياخدش معانا وقت ومش واخد معانا يعني فلوس. بصوا بقى كده على ما الكسكسي بتاعنا يشم من النار ونغرفه. عندي شرايط الستان الحلوة دي بتتباع عند بتوع الكلف. يعني ايه بتوع الكلف؟ يعني اللي هم بتوع الزراير وبتوع البقر. بعمل كده عادي اهي كده اهي موضوع سهل برضو وبسيط جدا بس بيدي شكل حلو قوي. لو انا ما عملتش الوردات دي ممكن ان انا بروح عامله كده واروح مديه شكل للفرخه. حد هيقول لو انت ربطها هي هتهرب ولا ايه؟ لا مش هتهرب، ده بتدي شكل تحفه. ولما تيجي الضيوف عندنا كده ولو انت بقى عازمه خطيب بنتك ولا اهله، ياه لك الست دي صاحبه مزاج، يعني مش بس في الاكل لا ده في التقديم كمان كده. ممكن لو انت مش هتحطي الطماطم والبقدونس بتروحي جايبه الرابطه دي كمان كده وتروحي عاملاها عند رجول الفرخه بالشكل ده كده. تقريبا مش محتاج اي حاجه تانيه. وادي الزبيب وادي جزء الهند. حاضر